ثم خيانة موصوفة بالثورة. أطرافها كثر، وواجب الآن الكشف والمصارحة والحديث الجريء، وليكن ما يكون، وليكن ما يكون، لأن الأمر لا يقبل الانتظار. أننا نعيش تناقضات مرعبة، علينا أن نتبينها لننضي لما هو أفضل، ونأكد للمتآمرين وهم بالمرصاد، وأصبحوا يستعينوا بجهد استخباراتي قذر لتحديد أجندات البلد بما فيها القتل والاغتيال. ونأكدوا عنوان المرحلة موش إرهاب، عنوان المرحلة انقلاب اقتضى الإرهاب، فالإرهاب صنيعة تيار انقلابي دموي يريد بالفعل أن يتمكن من مفاصل البلد والدولة بزعم أنه هذه المرة هو الثوري وهو القادر الوحيد على إخراجنا مما نحن فيه. عملية اغتيال مقصودة، وعملية إرهابية مقصودة ومنظمة، ووراءها غرفة عمليات، وتضحك من تحاريرنا السطحية. نأكد أن هذا الحوار الوطني الموجود الآن هو تحت وصاية دولية، والاتحاد الأوروبي حدث الجميع زاجرا كفوا عن المهاترة حاجتي بنتيجة، ولذلك هم يشتغلوا تحت الأوامر. ولاحظوا التغيير حتى اللهجة عند كثير من الأطراف اللي كانت مكابرة. الرباعي اللي أشرف على الحوار، علاش مش الناس الكل تتحاسب؟ شبيه الاتحاد ما يتحاسبش؟ مقدس احنا جوامع طول نحاسبوا فيها، منابر نحاسبوا فيها. هذا المعقل اللي أصبح غامض والتقاط فيه برشا خطوط، نقولوا هذا محل المساءلة والمتابعة الخطيرة جدا. ونأكد اليوم يتقدم لنا على أساس أنه هو الحكيم وأنه هو صاحب المشروع، ويحدثنا حتى على المساجد والمنابر والمحاريب، عيب وعار وما يليقش يكون هذا. نقول أن هناك طرف يساري في البلاد أصبح عبئا، لن أسميه ولكن سألمح إليه، عبء أصبح على خط المخابرات وخط المال القذر، وسقطت كل عناوين النضالية الكفاحية، وأصبح وجه تآمري في البلد تلتقي فيه خطوط كثيرة للمؤامرة الموجودة الآن في البلد. ونسألوا في هذا الإطار، شكون قتل الكاهنة اللي ترمات من أعلى بناية وملفها تسكر، وياما ملفات تسكرت، ومن غد يبدأ الحديث. في هذا السياق قولوا حركة النهضة، ونحن مع تغيير الحكومة صعودا إلى البديل الإسلامي، لكن حلها يصبح مؤخر فيه مكافأة للإرهاب. اللي يمارس الإرهاب في البلاد هم الانقلابيون بوضوح، الانقلابيون بتمترسات مختلفة إيكومبري الإعلام، هم في رقابهم دم في ذمة الجنود والأمنيين والسياسيين وعامة الناس، ويلزم البيست هذا ويتحل. اليوم لو تحل الحكومة ويصعد الجماعة على أن المنقذين، مش يصبح مشهد بالفعل مشهد عار. واليوم نزيد نأكد أن هناك جهات جزائرية تورطت في تونس، ومخابرات ليست هي الدولة، ثم جهات منفلتة حتى عن الدولة وتخدم سودري تونس، تخدم سودري تونس، تأخذ من عند فرنسا تحديدا في مهمات قذرة. ورئيس فرنسا رئيس الجزائر أخيرا إن استدعى بعض السياسيين حب يطمس معالم هذه الجريمة وتبرأ من هذه الجهات، وعلمكم بالتغييرات اللي وقعت في الجزائر لأن الأمر مكشوف. والآن جهتان فرنسا والجزائر تحت ضغط وحرج ملفين حساسين كبيرين في البلاد، هذا نقدمه ونحطوهم في الزاوية. ثم في الإرهاب اللي وقع الأخير في قبلات العملية اللي وقعت، نأكد بأنها فيها غموض كثير، والعشر دقائق الأخيرة تكلم فيهم رئيس المركز بشاهد كان في المركز حاضرا، كانت متوترة في الهاتف
وخرج وهو غير راغب. ماذا دار في العشر دقائق الأخيرة؟ قلنا ذلك عملية استدراج واضحة، وثمة شخص مشبوه في العملية، والرويسي هذا اللي خرج في الكنوز وعراف ليلى بن علي وغيرهم اليوم أصبح سلفي نقطة استفهام. ماذا يفعل هذا الرجل ولماذا لم يعتقل لحد الآن ومثل هذا كثير؟ أما للجيش والأمن قولوا لهم راهو ثم مؤامرة بيكم وعليكم، أي جزء قليل مندس يحب يحط الأمن في صورة المضاحية. وقت المقاعش الانقلاب طريقة استعراضية باش يعطط له جنود،